بتردد كتير القبائل المصرية، في حين ان في ناس واخدة على لسانها اسم القبائل العربية اكتر. اولا القبائل العربية، احنا عندنا في قبائل تانية غير القبائل العربية، عندنا امازيغ ونوبة. النوبة مش قبائل عربية، الامازيغ مش قبائل عربية، تمام، ولكنها قبيلة مصرية موجودة. يعني النوبة مثلا قبيلة موجودة، دي امتدادها بيوجد في اثيوبيا واوغندا والسودان، دي اماكن مش عربيه، يعني اوغندا واثيوبيا مش عربيه. مفهوم. نفس الحكايه الامازيغ برضو نفس الحكايه، جاي من تشاد والنيجر، نفس الحكايه برضو مش قبائل عربيه. اللي احنا قلنا القبائل المصريه برضو عشان تضم الاثنين، القبائل العربيه وغير العربيه الموجوده على ارض مصر. 261 قبيله بس، بنتكلم على الـ عدد الناس كام فيها؟ التعداد بتاعهم المحصى حاليا طبعا، ولكن طبعا غير دقيق الاحصاء، ده هو حوالي اكتر من 30 مليون. ده المحصى حاليا. ليه؟ هتلاقي مثلا لما تيجي تكلمي اي حد حتى في القاهره يقول لك اصلا انا كنت جاي من السعوديه مع الـ لما افتتح عمرو بن العاص مصر في الفتح الاسلامي. ناس تانية جايه من ليبيا، جايه من زي احنا عندنا من ليبيا وبين ليبيا وبين مصر حوالي 15 قبيله. ال 15 قبيله دول هم النص القبيله هتلاقيها في القاهره في مصر، ونصها الثاني هتلاقيه في ليبيا، وبالذات لما هتلاقي مثلا في الحدود بتاعتنا الحدود الغربيه 15 قبيله. طب في الحدود الشرقيه بقى ورفح المصريه والفلسطينيه، احنا عندنا اللي بين مصر وبين فلسطين يعتبر مش حدود، يعني الشط الحدود الموجود هناك اللي هو 1200 متر ده ما يعتبرش هناك. يعني احنا عندنا مثلا قبيله زي السواركه تلاقيها موجوده جوه مصر، السواركه تلاقيها جوه فلسطين، الاثنين ولاد عمومه، يعني القبيله مقسومه نصين، تمام. زي الترابين، هتلاقي في ترابين هناك، في ترابين هنا، قبيله ديت موجوده برضو هناك. احنا عندنا القبائل المصريه موجوده في كل حته، يعني انا من قبيله جهينه، جهينه دي موجوده هتلاقي مثلا موجوده في السعوديه، موجوده بكيانها، واكثر هناك اكثر من 450 الف مواطن موجودين في 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 السعوديه. هنا في مصر موجود اكثر من حوالي يمكن مليون وشويه مصري من قبيله جهينه، هتلاقي برضو في الجزائر، في موجوده في تونس، في ليبيا في قبيله جهينه مثلا. هتلاقي برضو نفس الحكايه بعض القبائل الثانيه هتلاقي برضو موجوده في مصر ومنتشره على مستوى الوطن العربي. طيب مع التحدي بقى اللي بيواجه مصر والمنطقه عموما والاخطار الموجوده على حدودنا دلوقتي، وزي ما حضرتك اشرت يعني ما شاء الله احنا ممتدين في كل الاتجاهات، ازاي المجلس بيشتغل، ازاي بيتنسقوا، ازاي بيحصل التقارب ده؟ احنا حضرتك طبعا عملنا المجلس ده في الاول وفي الاخر لما حسينا بعد حمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر ناس كانت شغاله في مع الحمله يمكن يكون القبائل العربيه. نظرا لحبهم للسيد الرئيس، هو طبعا اشتغل على الحدود فتره كبيره جدا، تعامل معاهم، شاف المصاعب اللي بيعانوا منها، شافوا التهميش الفتره اللي فاتت. يعني القبائل عندنا مثلا دلوقتي احنا في حلب وشلاتين، حلاوه شلاتين بعض الناس كانت خلاص يعني هتنسى القضيه، يعني لما الفتره اللي فاتت ديت، ولكن الحمد لله بعد ما جه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع لينا انه لا، لازم احنا الفتره اللي جايه ديت نبص على الحدود ديت، ولازم نخلي اولويات الاهتمام بتاعنا هي الحدود، عشان الحدود زي ما قلنا برضو وبكرر دول حزام الامان بتوع مصر، لازم احنا نبص عليه. بالنسبه لحلايب وشلاتين احنا بالعكس اشتغلنا هناك، عملنا فيه تنميه، عمل لجنه تنميه لحلايب وشلاتين، اخر حاجه عملنا بروتوكول مع وزاره الاتصالات، وبالفعل بعتت هناك لسه حتى يعني ده يمكن لسه متصل اول امبارح بناس هناك في حلايب وشلاتين، قالوا وصلت البرج بتاع الاتصالات، وصل هناك عباره عن عربيه متحركه عليها برج، عشان خاطر الاتصالات هناك كانت طبعا سيئه جدا، ما فيش حضرتك لو رحت بالموبايل بتاعك مش هيتصل. هناك اغلبهم شغالين رجال الاعمال اللي في حلايب وشلاتين على الثريا، يعني مفيش حاجه شغاله على الشبكات المصريه المحليه. نفس الحكايه برضو في مطروح احنا بدانا نشتغل هناك، وبالفعل حتى اخر حاجه كنا مودين قوافل طبيه برضو بنعمل في جامعه مطروح، ان شاء الله هتكون موجوده بعد المدخل على طول بعد مدخل العالمين. طب معلش